السلام عليكم. انا خويا جيت من عند كنت عند الطبيب، جيت من عند الطبيب لقيت جوج جارات ديالي كيتسناو فيا باش يسولوني على التحاليل اللي درت. سولوني قلت لهم شويه الحمد لله راه خرجوا لي التحاليل بخير الحمد لله. كنسمعوا الغوت عند مزرعة، مشينا ثلاثة دخلنا لقينا مزرعة، قلت لي مالك؟ قال لك راه ولد هاد الناس خول ليا قليا. صافي بقينا كندخلو، هداك السيد جايب واحد الهكتيريا عند هداك مزرعة، بقينا كندخلو فيهم. المرا ديالو تتقول لي خود حق ولدك خود حق ولدك، حنا تنجرو فيهم. عقب مني حنا تنجرو فيهم تندفعو فيهم تنفكو فيهم، هو ما بغاش يتفك لينا، باغا يضرب السيد. عقب باش مرشو هزات هاديك سميتها القاعدة فاش كيجلي الضريعة بغا ضربو، قلعتها ليه هاد السيدة اللي هضرت دابا في اللايف، قلعتها لها وحطتها هزة هو ضربها بها البزولة، ضرب السيدة الأخرى بكروشي. أنا مني شتو ضربهم دفعتو صافي. مني دفعتو وما تقبلنيش ندفعو ديك الدفعة ضربني براسو، انا حيت عندي سكر طحت سخفت، خواو عليا الماء وعطاوني المشرب نط فقت. جا العساس ديال الدرب قال لي مينا شكون اللي مضارب؟ قلت لي راه راجل عند السيدة هو اللي مضارب. راح نفكيناهم ومشاو. مني مشى انا كنصاحبوهم مشى في حالاتو، بقات معانا مرتو وولدو وبنتو حاضرين للضربه. مني مشى هو مشى جاب الجنويه وجيت تسلت من ورا ظهري، انا مشوش العساس اللي شافو حيت انا عاطيه بالظهر. الوقت اللي وصل عندي انا عند ظهري عنقني خشى لي الجنوي طلعها وهبطها صافي طحت تما دخلت الغيبوبه ومبقيتش عقلت على شي حاجه نهائيا. صافي داوني للسبيطار، ولكن هاد الدري انا ولدي تعتقل معاه ما كانش حاضر لهذا الشيء وما ضاربوش نهائيا، ما ضاربو ما مقرب لي ما حتى شي حاجه. كيقول ليهم انا السيده ما ضربتهاش ما ضربتها ما لحقت لها. مرشو حضرت للضربه اقسم بالله العلي العظيم، حتى حضرت مرشو للضربه وبنتو وولدو اقسم بالله العلي العظيم، وما عرفتش ربي واش غدا نوض اولا ما غنوض. انا تضرب دابا في عنقي، عندي ثلاثه العروق مقطعين وعندي عصبه وعندي ثقبه في النخاع الشوكي. دابا لما وكلونيش ما كناكلش، ولا ما شربونيش ما كنشربش، الا ما شربونيش ما كنشربش، وكندير ليكوش كنستعمل ليكوش. والدري الكبير اللي تعتقل هو اللي كان مقابل لي خوت، وعندي واحد عنده 9 سنين وواحد عنده 10 سنين واحد عنده عامين. انتوما اللي داك الدري وداك اللي اعتقلوا اش قالوا لي علاش اعتقلوا؟ قالوا لي انت اللي ضربتي هذاك السيد. هو مضروب، هو مني ضربني طاح على وجهه اللي شاهدين الناس بيه واللي شافوه، كان غادي كيجري وطاح على وجهه. ما كاينش شي كاميرا هنا متقاطعه؟ لا ما شفتش الكاميرا. الجيران كاينين الناس اللي شافوه ملي طاح، اللي شافوه اللي داروا اشهاد. داروا اشهاد ولا في المحكمه غادي يمشيو للمحكمه يشهدوا يقولوا على كلام الحق. تش واحد ما بغيناه يجي لا منها لا منه يقول كلام الحق. حنا ما بغيناش هاد السيده تضيع وما بغيناش ولدها يمشي في الباطل. وهو كل ما كانتش مرته ضربات، ولكن كاينين شهود اللي مرتهم مشات طلبتهم قالت لي معاودي معايا لهاد السيده تسمح ليا قادرين تاهم يشهدوا. كتصيفط لي الناس وجات عندي هي بنفسها وقالت لي سمحي ليا بغيتك تسمحي ليا بيني وبين الله، وجابت لي الناس وبغاو يتدخلوا وقالوا لهم خوتي بان احنا ما عندناش دابا ما نقولوا لكم حتى توقف اختي على رجليها. وصيفطات لي باها حتى هو غير والبارح جا عندي ملي شاف الحاله ديالي بكا وقال لي بنتي انا ما عنديش فاش غندخل مني شافني في هذه الحاله. حنتاش انا لما درتش ليكوش ما داروهمش ليا ما نديرهمش حتى شي حاجه، ما تنتحرك ما تنتململ بحال الامانه. دابا داك الدري اللي تشد السيده اللي تعتقل السيده اي شي عنده شي سوابق
الله اعلم بيه، ما تنعرفوش انايا، انا ساكت تنعرف مرتو بيني وبين السلام صافي، هادشي اللي تنعرف. ما بيني وبينهم عداوه، ما عندي عداوه مع حتى شي واحد نهائيا، يجيو يديروا عليا بحث هنا في الدرب والسم. تنطالب بالحق ديالي، انا كوميساريه ما عمرتش ليا حقي، ما عمرتش ليا المحضر ديالي. انا طبيب خبير ديال الطبيب الشرعي، عطاني شهاده طبيه هو اللي عطاها ليا فات 90 يوم. انا نعست 5 ايام في الانعاش، مني فقت من الانعاش لقيت راسي بصم ليا جوج صباع ديالي، ما عرفتش شكون اللي بصم ليا. وعقب رجعت لموريزكو، نحست فيه 4 ايام تا هو في موريزكو. انا ما عرفتش شكون اللي بصم ليا الصباع ديالي والمحضر ديالي، ما عامرش دايرين ولادي وهم اللي ضاربيني. تنطالب من الناس المسؤولين، وتنطالب من سيدنا يديروا لي بحث في هذا المحضر، ويديروا بحث في هذا المحضر، ويديروا لي بحث وياخذوا لي بحقي. لان داك الدري اللي تعتقل ما حاضرش وما ضاربش، هو اللي كان تيوكلني، هو اللي كان تيشربني وكان كيدير لي ليكوش، هو اللي كان كيعطيني الدواء تيدي خوتو للمدرسة، هو اللي مراقب الدار ما عندوش البنات. انا دابا اللي خرجوا لي الوليدات المدرسة ما كاينش اللي تيحل عليهم الباب، عندي وليد عنده عامين ما كاينش عندي اللي قابله، عندي 5 الوليدات منهم الدري الكبير هو اللي كان دابا معاوني، تينوض في الليل تيعطيني نشرب تيعطيني الدواء ديالي. طب من تعتقل الدري الكبير جات الاخت ديالي بركات معايا صافي. انا كنطالب بالله والناس المسؤولين يديروا بحث ولا لقاو كلمه زايده من هادشي اللي تنقول، العقوبه اللي ياخذ هو ناخذها انا في بلاصتو، هو اللي كيقول انا ما ضاربش. انا كنقسم فمي بالله وما عرفتش ربي واش يشافيني ولا ما يشافينيش، هو اللي ضربني بالجنوية العنقي. بارك